سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى يلقاكم فيديو ديالي بخير وعلى خير. شنقول لكم اليوم؟ جبت لكم واحد الريجيم ديال البطاطس، تتنقصوا فيه ما بين 4 كيلو 5 4 3 على حسب. قد ما كان الوزن طالع بزاف قد ما تتنقصوا نتوما بزاف. هاد الريجيم ديال البطاطا، نهضروا شويه على البطاطا. حنا كما تنعرفوا ان البطاطا غنيه بالنشا، يعني هي اللي تعطينا واحد المصدر الطاقه في الجسم ديالنا، وفيها واحد الالياف غذائيه اللي تتخلينا تنحسوا بالشبع ما تنحسوش بالجوع. هادشي حيت هاد الساعه هادشي مزيان ومعقول. ولكن واش هاد البطاطا، حنا كما تنعرفوا ان البطاطا تتغلط، واش هاد البطاطا بهاد الطريقه غتساعدنا على انقاص الوزن ديالنا؟ هادشي اللي غادي نجاوبوه في هاد الريجيم ديالنا. انا دابا غادي نعطيكم الوصفه والطريقه والنقط اللي غتتابعوا عليها هاد الريجيم لمده 3 ايام. من بعد انا غدا غندير معكم التحدي ديال هاد الريجيم، وغنرد عليكم واش فعلا هاد الريجيم تنقصوا فيه كما تيقولوا 3 2 4 كيلو، حيت لما الوزن ديالي ماشي طالع بزاف باش غادي نقص 5، يعني ان نقصت غير 3 كيلو في مده 3 ايام مزيان. دابا على بركه الله غادي ندوزو نشوفوا الطريقه ديال هاد الريجيم. اول حاجه قبل ما نقول لكم الطريقه باش غادي نستعملو، خاصنا نتبعوا واحد الارشادات باش يجيكم هاد الريجيم يعني صحيح وبطريقه صحيحه تاخذوه وما يعطيكم شي اثار جانبيه. اول حاجه لاصحاب امراض المزمنه بحال عندهم الدقه ولا السكر، ما يستعملوش هذه الوصفه بتاتا، منعا كليا لا اصحاب الامراض المزمنه. ثاني حاجه، من تبداو ديروا لا حسيتوا بالتعب ولا الارهاق ولا طاح لكم الطونسيون ما بقيتوش قادين انكم تكملوا، صافي غير وقفوا هذا الريجيم. هادو جوج ارشادات مهمه. ثانيا، النصيحه اللي نقدر نعطيكم هي اول حاجه قبل ما تبداو هذا الريجيم خاصكم الميزان والورقه والستيلو. غتبداو فحال اليوم غتبداو الريجيم ديالكم، غادي تاخذوا ورقه وغادي تتعبوا فوق الميزان وتشوفوا الوقيته الوقت اللي غتعبوا فيه، وغتكتبوا وغتخدموا بهذه الطريقه ديال هذا الريجيم كما غنقول لكم انايا. وفي مده 3 ايام غتعبي في نفس الوقيته وغتشوفي شحال طيحتي. هذا عامل مهم. اما اللي غنقول لكم البنات، النصيحه اللي خاصكم تحترموا في هذا الريجيم هو انكم خاصكم تحترموا الوقت، ماشي اللي فحال تفطروا مع 8 اليوم وغدا تفطروا مع 10، لا، لا فطرتوا مع 8 اليوم ولا 8 ونص ولا 9 غدا عاوتاني مع 9 8 نفس الوقت. الا تغديتوا مع الوحده الوحده ونص غتغداو عاوتاني غد ليه مع الوحده ولا الوحده ونص. يعني احترام الوقت مهم جدا في هاد البرنامج ديال الريجيم. منطولش عليكم، نبداو على بركه الله. اليوم الاول قبل ما غادي ناخذوا هاد البطاطا ودانون، البطاطا ودانون ياغورت، غادي نشربوا الماء جوج كيسان كبار، جوج كيسان كبار قبل ما ناكلوا هاد الوجبه مباشره، ماشي غنتسناو 15 دقيقه ولا 10 دقائق. مباشره غادي نشدوا البطاطا غادي نسلقوها ولا نبخوها، انا نفضل تبخوا البطاطا وديروا فيها الكمون وشويه ديال فلفل حار باش تقدروا تاكلوها مسوسه. الا ما قدرتوش زيدوا واحد شويه ديال الملحه، غير شويه، ماشي ديروا مالحه ولا عاديه، غير قليل من الملح، صافي. غادي تاخذوها غتاكلوها البنات بالفورشيط وتاكلوا بشويه عليكم، يعني غتعطيو الوقت ديالكم، ماشي وتاكلوا بالزبع، غير بشويه وتعطيو راسكم الوقت. اذا في الصباح غادي ناخذوا بطاطا وحده وياغورت طبيعي النهار الاول. في الغداء ناخذوا جوج بطاطات ياغورت طبيعي. في العشاء غادي ناخذوا دانون بوحدو البنات. وفي كل وجبه موها بساعتين عندكم الحق تاخذوا
اتاي مسوس ولا قهوه بدون سكر، اتاي ولا قهوه بدون سكر، عندكم الحق. وخاصكم تشربوا في الماء على طيله اليوم جوج يطول ديال الماء. كيفاش غديو هاد جوج يطول ديال الماء؟ الا ما قدرتوش تشربوا هذا الماء بالزربه، غتاخذوا كل ساعه غتاخذوا كاس ديال الماء كل ساعه وانتم غادين. واللي تيجي هالمذاق ديال الماء ماشي زوين، غدير فيه ورقه ديال النعناع زائد واحد طريف ديال الحامض، وغادي غادي تبدل المذاق ديال الماء وغادي تقدروا تشربوا. يعني في جوج طول ديال الماء خاصكم يكون معاكم على الاقل مع هذا الريجيم، زائد قهوه ولا اتاي من بعد جوج ساعات من الوجبه ديالكم يكونوا مسوسين. اتفقنا، قلنا النهار الاول. النهار الثاني غناخذوا بطاطا ودانون. النهار الثاني غناخذوا بطاطا ودانون الصباح، وبطاطا ودانون مع الغداء، بطاطا ودانون مع العشاء. النهار الثاني البنات. النهار الثالث غناخذوا دانون بوحدو. في الغداء غناخذوا بطاطا ودانون، في العشاء غناخذوا جوج بطاطات ودانون. تفهمنا؟ انا عاود لكم شحال خاصنا ناخذوا في النهار. النهار الاول غادي ناخذوا بطاطا وياغورت في الغداء، في الفطور الغداء غادي ناخذوا جوج بطاطات وياغورت، في العشاء غناخذوا ياغورت. دوز ساعتين غادي تاخذوا قهوه ولا اتاي بدون سكر. قبل ما ناخذوا هادشي ضروري ناخذوا جوج كيسان كبار ديال الماء البنات، جوج كيسان كبار ديال الماء. النهار الثاني غناخذوا بطاطا ودانون، في الغداء بطاطا ودانون، في العشاء دانون. النهار الثالث غادي ناخذوا دانون بوحدو، في الغداء بطاطا ودانون، في العشاء جوج بطاطات ودانون. غنبقاو على هاد العمليه حتى غادي نكملوا 3 ايام ديالنا، وخاصنا نحتاموا هاد الريجيم، ما تزيدوا عليه ما تنقصوا عليه البنات. يعني ما تزيدوا حتى شي حاجه من راسكم باش تقدروا تنزلوا واحد الوزن. الا كان عندكم الوزن طالع بزاف غادي تهبطوا الكيلوات بزاف، يعني بين 3 4 حتى 5 تقدروا تهبطوا. الا كان الوزن يعني طالع بزاف غتقدروا تهبطوا حتى 5 كيلو في 3 ايام. اش نقول لكم؟ هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها. انا غدا غنبدا معكم التحدي ديال هذه الوصفه، واللي بغات تبدا معايا التحدي تكتب لي في لي كومونتير انها قبل التحدي. ومن غنساليو هاد 3 ايام غادي نجاوبكم شحال لقيت وكل شيء. ولا حسيتو بالجوع ولا حسيتو بالارهاق كما قلت لكم وقفوا، ولا ما قدرتوش تكملوا وقفوا هاد الريجيم البنات. ولكن يكون عندنا شويه العزيمه وشويه الاراده، بالاراده البنات وبالعزيمه بهذا التحدي غادي نقدروا نخصو واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو، ما فيها باس نصبروا واحد 3 ايام. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى تتفاعلوا معاه وتقبلوا نتوما التحدي، ونديروا مع بعضياتنا التحدي لمده 3 ايام، ما فيها باس نصبروا شويه على الماكله. باقي غادي الوقت طويل وناكلوا الماكله اللي بغينا، ولكن هاد 3 ايام غادي نكتفيو غير بياغورت او بطاطا فقط. ما بقى ليا الا نوداكم ونقول لكم بالسلامه عليكم في فيديو جديد ان شاء الله. واللي باقا جديده تابونا معايا وتفعل الجرس باش يوصلها كل ما هو جديد في عالم صابرينا، وما تنساوش تشجعوني وتكتبوا لي كومونتير اللي باغا تقبل التحدي معايا، تكتب وتقول لي انا شحال فيا، ومن بعد 3 ايام نتلاقى معكم. ما بقى ليا الا نقول لكم بالسلامه عليكم.